800 مصنع لبناني أكفلوا بين 2005 وال2011. بالمقابل تم تأسيس 300 مصنع جديد بتوظيفات مالية كبيرة بنفس الفترة. حسب إحصائيات جمعية الصناعيين، تراجع عدد المصانع بلبنان خلال 5 سنين من 3673 ل 3215، وأبرز بقطاع الألبسة والمفروشات ومصانع الآلات والمواد الغذائية. هالأرقام بالإضافة لأرقام عجز الميزان التجاري ما بين الصادرات والواردات واللي بتوصل ل 15 مليار دولار بتأكد وجود مشاكل كبيرة بيواجهها قطاع الصناعة يلي بيشغل 140 ألف عامل. من جهة تانية، ازدادت الخسائر بعد ما أوقفت الحكومة العراقية الاتفاقية التجارية مع لبنان ومنعت سوريا استيراد البضائع من الخارج. كل هالأسباب وغيرها تدفع رئيس جمعية الصناعيين نعمة فريم لداء ناقوس الخطر. خيبة أمل كتير كبير اليوم عند الصناعي اليوم بالتحديد، بس نشوف الموازنة اللي كنا ناطرينها. كنا ناطرين موازنة يكون فيها حد أدنى من السلة التحفيزية للتوظيف في لبنان وفي القطاع الصناعي وتقوية القدرة التنافسية، ما شفنا شيء منها. كنا متوقعين يكون في دعم للمازوت والفيول أويل بالصناعة اللبنانية اللي بنعتبرها المحرك، للأسف ما شفناها. ما شفنا حتى دعم أو إعفاء الصادرات اللبنانية من ضريبة الربح. ما في أي سبب للصناعة اللبنانية يبقى بلبنان إذا القطاع، إذا البيئة مش حاضنة للصناعة في لبنان. فشل الحكومة لغاية اليوم بتطوير الصناعة مثل ما وعدت ببيان الوزارة، بيقابلوا تراجع هائل بالنمو، الأمر اللي بيدفع جمعية الصناعيين للتشاؤم واعتبار أنه الوضع الاقتصادي مهدد بزمن رديء لأنه الفوائد على خدمة الدين العام بلغت أرقام كبيرة. ونحن متوقعين تنتهي السنة ب 1% نمو، ويمكن تكون أقل. النمو الحقيقي بيكون أقل إذا كان النمو الرقمي 1%. يعني ممكن القول أنه هيدا العام رح يكون أسوأ عام خلال السنوات الخمس الماضية؟ أكيد العجز بالموازنة عم يقترب على أرقام بتخوف. بحب ذكركم أنه اليونان عجز على الناتج المحلي 12%، نحن حنعمل 9% هذه السنة، وهذا رقم كتير كبير. بالوقت اللي تفاقمت فيه أزمة الأجور بلبنان وبرزت ضرورة معالجة المطالب العمالية، بتطالب جمعية الصناعيين بسياسة حكومية اقتصادية شاملة تترجم بالموازنة والأجور، وإلا حسب نعمة فريم منكون عم نسرع نزولنا لقعر الهاوية.